عملت عيش التوست في علبة السم. تخيلوا يا بنات اتجننتوا عملتها في علبة السم والنتيجة طلعت خيال. ما اقدرش اقول لكم طلعت ازاي. عيش توست طلع هش، عجينة قطنية تحفة. تعال اقول لك انا عملت ايه. مكونات سهلة وبسيطة وفي بيتك مش هتكلف الكتير. هتجيب نص كيلو دقيق، معلقتين سكر، نص معلقة ملح، معلقتين خميرة. اهم حاجة يا بنات دقيق اللي هو كل الاستعمالات ده. هتحطي عليه حتة زبدة بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين زبدة، تمام، كوباية لبن دافية، بيضة برضو بدرجة حرارة الغرفة، معلقة خل. هتعجن الكلام ده كله ببعضه. اهم حاجة في اي عجين لازم يتعجن زي الناس، على الاقل ربع ساعة عجن. ادي العجين حقه، هيطلع معاكي مرتاحة الاخر. على فكرة يا بنات للمصداقية والله انا كنت فاصلة الكاميرا بس نسيت البيضة، حطيت فيه بيضة والله، يعني انا حاطة بيضة في العجين. المهم عجنت ربع ساعة عجن. بعد ما خلصت العجينة سبتها لما اختمرت، بس لازم تكون العجينة ملمسها ناعم. انا حطيت هي كوباية اللبن، وانت حسب الدقيق بتاعك ممكن تاخد اقل ممكن تاخد ازيد. شايفين طلع العجينة ناعمة ازاي كده؟ تمام. بعد ربع ساعة عجن هسيبها لما تختمر وارجع لكم. بصوا ما شاء الله، شايفين اختمرت ازاي. انا كده هاخدها رشة سطح الرخام دقيق، هقسمها على اتنين، ده نص كيلو دقيق. النص كيلو حطيت الحتة الكبيرة في القالب، تمام، والحتة الصغيرة حطيتها في علبة السم. علبة السم ما كفتش، يعني كنت عايزة علبة اكبر. المهم الاتنين نتيجتهم برضو طلعت حلوة، بس لو كانت علبة السمنة اكبر كانت هتبقى احلى. هنفردها بالشكل ده. شايفين يا بنات لما العجينة مرتاحة تفرد معاك ازاي سهلة. بصوا بايدك كده، بايدك افردي 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 اهو. شايفين هاتي كده النشابة كده وشوية دقيق. بصوا البيت اللي فيه دقيق فيه خير، كده معروف البيت اللي فيه دقيق فيه خير. اعمل عجين، اعمل كيك، اعمل عيش، طول ما عندك دقيق في البيت عندك الخير في البيت. سبحان الله، كانت امنا وستي كانت تقول الكلام ده، عندك عجين في البيت انت عندك خير كتير في البيت. بصوا يا بنات انا هنا فردتها، هطبقها الناحية دي وهجيبها كمان الناحية دي وهفردها تاني بالمردنة اهو. بصوا خلي بالكوا عشان انا هبرمها ازاي عشان تطلع زي العيش التوست اللي بنجيبه من بره. بصوا، وعشان تطلع النتيجة حلوة وهايلة وينفذ زي عجين الكيك واحلى. بصوا كان هش هش، عجينة قطنية تحفة والله يا بنات، حلو جدا. اعملوه بالطريقة دي بس وادعولي. بصوا هتفردي كده كده، افردي، هاتي من على الجنب ده ومن على الجنب ده، وخلي بالكوا بقى وانا باتني انا هنا كده فردتها تمام. لازم افردها حلو عشان ما تبقاش مكلكعه وقلبها هيبقى كله عجين. افردي حلو كده. انا خلصت فرد. بصوا بقى هاجي كده من الاطراف التنايا اللي في العجين من تحت. احود الكاميرا ثواني، خلص فرد هنا اهو. بصوا هنا الكاميرا ما جابتش الحته دي. بصوا بصوا اها، بتني وادوس، اتني وادوس، ابرم كده وادوس، اقفل العجين حلو. بصوا شايفين يا بنات بقفل بصوابعي، بصوابعي وبقفل، شايفه لازم تقفل العجين حلو عشان ما يتفتحش منك ويطلع هش وعجينة قطنية. بصوا اهو انا بشد وبفرد في نفس الوقت. بصي كده انا تمام اهو.
هجيب القالب واحطه فيه. القالب ده انا دهنه سمنه على فكره، حته العجين اللي انت شايفاها ده هتملى القالب على العين، هتملاها على الاخر. العجينه دي جميله يا بنات، يعني حتى في البريوش العجينه دي بتبقى جميله في البريوش. وهبعمل لكم بريوش بالشوكولاته، انا عاملاه على القناه عندي وعاملاه على صفحه الفيسبوك واليوتيوب، لو متابعيني في اي حته هتلاقي الفيديو. عامله البريوش معاكم بالشوكولاته وبالقرفه والسكر. بصوا انا هنا فردت تمام، هاجي بقى اتني انا بعمل لك واحده تاني عشان خاطر ايه تشوفوها خطوه بخطوه عشان تعملوا زيي بالظبط. اهو ما رضيتش اصور واحده بس، قلت اصور لكم الاثنين عشان تشوفوا انا تنيتها ازاي وعملت ازاي. اهو فردتها، شايفين يا بنات اهو افرد خالص، افرد. هاتي كده من على العرض، بصوا وافردي وافرد، لازم تفرد العجين عشان ما يبقاش مكلكع. يلا بقى هات الاطراف واتني لفوق. سمي الله كده وانت بتشتغلي، وصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيب الله، عشان خاطر العجين يطلع معاكي حلو ويبقى فيه بركه. اتني وافردي، بصي اهو اديني انا كده ايه خلصتها. دي بقى اللي هحطها في العلبه، ملت العلبه، ملت علبه السمن وزادت واختمرت لدرجه انها شالت الغطا. تمام، انا هجيب علبه السمن، بصوا حطيتها، بصوا يعني ما كانتش لدرجه انها تشيل الغطا، بصوا ملت العلبه وراحت شايله الغطا. انا عملت من الحته اللي شلتها منها، يعني انا قطعتها قطعتها وعملت منها رغيفين كمان. انا قفلتها اهو وسندتها بحاجه بحيث انها ايه ما تتفتحش، لقيتها اتفتحت برضو. لازم تقفليها وتسنديها بحاجه، انا سندتها عشان خاطر الغطا ما يتفتحش. رحت وجيت ولقيتها اتفتحت واحده. بصوا جبت بقى الورق الزبده ده ورحت شلت الغطا بتاع العلبه ورحت قفلتها كده حلو. شايفين العجين ما شاء الله ملى العلبه ازاي، ده غير انها قطنيه وتحفه. بصوا هولع الفرن واحطها فيه واسويه وارجع لكم. ما شاء الله على العجين، شايفين يا بنات بعد ما طلع، شايفين خمره، شايفين عجينه قطنيه وهشه. اعرف ان التوست الناجح القشره بتاعته بتتشال كده، بصوا قشره التوست الناجح بتتشال كده كده، بصوا كده التوست مية مية تمام. شايفين، بس انا المفروض يبرد واقطعه، لكن انا قطعته سخن واستعجلت عليه، لكن شايفين نتيجته ممتازه، عجينه قطنيه.